السلام عليكم. في حاصلة مرعبة سجلت وحدات الحماية المدنية العثور على 12 جثة هامدة عبر الشواطئ والمجمعات المائية، وحسب ذات المصالح فقد سجلت الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 12 حالة وفاة غرق، منها 10 حالات في الشواطئ الممنوعة والراية الحمراء، وكذا حالة في المجمعات المائية. وتمكنت الحماية المدنية صبيحة اليوم الجمعة في حدود الساعة 10:25 من انتشال جثة غريق بشاطئ الصابلات شرقا تابع لبلدية مزغرين. الضحية من جنس ذكر ويبلغ 16 سنة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المصطافين ومرتادي الشواطئ.